يعني رفض مسألة التهجير، مسألة الترانسفير. أتوقف عند منظمة التحرير والتي حذرت من خطورة القرار 1650 والذي نتحدث عنه، والقاضي بإبعاد الفلسطينيين من الضفة، معتبرة في الوقت ذاته أن حق العودة أحد الثوابت غير القابلة يعني للتصرف، لكن طبعا الطرف الإسرائيلي يتجاهل. هل تعتقد هذا الموقف يكفي لنثبت الحق الفلسطينيين في البقاء في المنطقة التي يريدون أن يبقوا فيها، وبالتالي أن نسقط أي محاولة لتضييع حق العودة عليهم؟ تفضل. يعني أولا، هو الموقف الفلسطيني المعلن هو أن حق العودة لا تنازل عنه كما قلت، وأن القرار الإسرائيلي الصهيوني قرار 1650 هو ينسجم عمليا مع السياسة العدوانية الإسرائيلية المستمرة منذ 62 سنة. هناك مقولة تقول نريد دولة يهودية خالصة، صحيح، نريد أراضي أكثر مقابل لا نريد بشرا أو لا نريد سكان أو لا نريد فلسطينيين. وبالتالي هذا الموقف عمليا أو هذه الحالة تطلب من الجانب الفلسطيني، من كل فلسطيني، من كل النظام السياسي الفلسطيني ببساطة بدون تعقيدات، تطلب أن يكون هذا الموقف موقفا يجير له، يحشد له، يعمل من أجله، ليس فقط إعلاميا ولكن يعمل من أجله في مختلف الساحات، يعمل من أجل جعل حق العودة، ثقافة العودة، ثقافة راسخة في ذهن كل فلسطيني. بالتالي هذا عمليا يغلق الباب، يغلق الباب أمام أي محاولة لمقايضة، لتنازل، وبالعكس ويشكل ضغطا على العالم، لأن العالم استثنى الشعب الفلسطيني، اللاجئين الفلسطينيين استثناهم من إشراف المفوضية السامية للاجئين التي أعادت خلال 60 عاما الماضية أو 62 أعادت حوالي 70 مليون لاجئ إلى ديارهم. نعم. وحدهم اللاجئون الفلسطينيون هم الذين شكلت لهم الأونروا أو وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل وليس للعودة، وبالتالي المؤامرة كانت ليس اليوم ولكنها كانت قبل حوالي 60 عاما. ببساطة متناهية دون تعقيد ودون لف أو دوران، الشعب الفلسطيني، القيادة الفلسطينية مطلوبا منها أن تعمل من أجل الدفاع عن حق العودة. طيب. ولا تكتفي بالتصريح. جيد، أعود إلى غزة وإلى الدكتور العساوي. الدكتور العساوي، استكمالا أيضا لهذه الفكرة، ربما ورد في كلام أو ما ورد في كلام السيد صائب عريقات تذكير للمجتمع الدولي بموضوع الفلسطينيين أو بموضوع اللاجئين في الخارج، ورد ما يرتبط بموضوع التعويض، يعني أنه حتى مسألة التعويض لم تكن ملحوظة. هل تعتقد هناك من يعمل على هذه الفكرة، يعني أن يبقوا في الخارج ويعوض عليهم؟ هل تعتقد هذا من ضمن مشروع السلطة؟ يعني أعتقد أن هناك يعني مجموعة، والحمد لله أنها المجموعة ليست بالكبيرة، لا تعمل للصالح الفلسطيني وإن كانت هي متنفذة في بعض الأماكن. بالتالي أقول أن هذه القرارات وما يصدر عنهم هي لا تمثل الكل الفلسطيني، لا تمثل الشعب الفلسطيني، لا تمثل اللاجئ الفلسطيني. اللاجئ الفلسطيني هو وحده صاحب هذا القرار، وهو وحده الذي من حقه أن يقرر يعني عودته إلى يعني قرى، إلى قريته التي هجر منها. نعم. إلى مدينته التي انتزع منها، إلى وطنه الذي سلب قبل ما يزيد عن 62 عاما. بالتالي أقول أن أي محاولات للإقلال أو الإنقاص من هذه الحقوق كاملة، حق العودة هو حق كامل متكامل، لا يمكن أن ينقص، لا يمكن أن يجزأ، لا يمكن أن يتم يعني حتى التعويض. يعني هو مهما عوضنا الإنسان من أموال أو أن يتم توطينه في مكان آخر، فيبقى له الحق الأساسي والحق الكامل في أن يقرر مصيره وأن يقرر عودته متى شاء وكيف شاء. طيب. إلى بلده وإلى أراضي أجداده وإلى هو وأحفاده كذلك. أعود إلى الاستوديو للدكتور صالح. دكتور محسن، ذكر النكبة، يعني حتى ننتقل إلى النقطة العربية، حتى نبقى فقط في النقطة الفلسطينية لأنها مسؤولية عربية فلسطينية مشتركة، ذكر الاحتلال فلسطين، هل هي ذكر احتلال فلسطين أم هي عندما تحدث عن نكبة، نكبة الإرادة العربية، حتى نقول الأمور كما هي، وغياب الموقف العربي الواضح لاستعادة الحق من مقتصديه؟ يعني أليس في الصورة مثل هذه الضبابية وهذه الظلمية حتى؟
يعني هذه الضبابية أو الظلامية بشكل أو بآخر هي موجودة للأسف منذ أن ظهر التحدي الكبير باحتمال نشوء دولة يهودية على أرض فلسطين قبل حرب 48. للأسف طريقة تعامل الأنظمة العربية، طريقة الدخول في الصراع مع العدو الإسرائيلي، بعض الاتفاقات التي كانت ربما تحدث بالخفاء هنا أو هناك، كلها أضرت بالمشروع الوطني الفلسطيني وأدت إلى ضياع فلسطين. الأداء البائس للجيوش العربية، الوعود التي وعد بها الفلسطينيين منذ سنة 48 وحتى 67 بأنه سوف تعاد أرض 48، ثم اكتشفوا أن ما تبقى من فلسطين ضاع في حرب 67 وفي أيام قليلة وبسرعة. ثم بعد ذلك صار العمل بعد سنة 67 ليس على استعادة الأرض المحتلة التي احتلت سنة 48، وإنما على ما ضاع في سنة 67. صحيح. وبالتالي المسؤولية العربية التي حيدت الفلسطينيين قبل حرب 48 والتي تكلمت باسمهم ورفضت أن الفلسطينيين أن ينشئوا دولتهم حتى على أرضهم، وأخرجت الحاج أمين والقيادات الفلسطينية في تلك الفترة من أن يكونوا ممثلين ويقيموا الدولة الفلسطينية على أرضهم، هذه التصرفات حتى الأداء المتعلق بالجيوش ونزع أسلحة الفلسطينيين كلها تثير التساؤل. الفلسطيني ربط مصيره بشكل كبير وعلى مدى طويل بأداء الأنظمة العربية وبعودها وبالوعود القومية بالتحرير إلى آخره، ولكن كانت النتائج أيضا بائسة في سنة 67. وبالتالي المشروع الوطني الفلسطيني عندما ظهر أراد الفلسطيني أن يتحمل هو بنفسه المسؤولية، لكن كان يريد ظهيرا عربيا يدعمه. هنا كانت المشكلة أن الظهير العربي حتى في هذا الأداء منعه من أن يعمل أي شيء عبر الحدود. وبالتالي أصبح ليس بإمكان الفلسطيني حتى أن يأتي من الخارج. هذا يوصلنا إلى مسألة الانقسام العربي، وربما نحمله أو يحمله الفلسطينيون والكل مسؤولية ما هو حاصل على مستوى هذه النكبة. نتحدث عن نكبة جديدة ربما. اسمح لي أتحول إلى رام الله، إلى السيد عمر عساف. سيد عساف، يعني في هذه الأجواء التي نتحدث فيها عن إحياء ذكرى النكبة، يعني لوحظ أن هذه التظاهرات، هذه الفعاليات لم تكن بالمستوى المطلوب، يعني حتى لا تتحول حالة طبعا. أولا، يعني هل يكرس هذا الانقسام العربي المختلف بين داع لمفاوضات وبين داع لمقاومة كخيار وحيد، هل يكرس حالة انقسام تعزز أكثر، تعمق أكثر مسألة فقدان وحدة الصف الفلسطيني؟ تفضل. يعني دعني أعلق على نقطتين. النقطة الأولى هو الفعاليات لهذا العام. الحقيقة الفعاليات لهذا العام اتسمت بالاتساع والتنوع. سنقول كيف الاتساع والتنوع. الاتساع هو أنها شملت مختلف مناطق اللجوء الفلسطيني. أتحدث هنا عن مؤتمر قبل شهرين أو قبل شهر، مؤتمر في أوروبا، مؤتمر في أمريكا. أتحدث عن الفعاليات هنا في الضفة الغربية، أتحدث عن الفعاليات وراء الخط الأخضر وفي غزة وفي كل الأماكن، وفي كل أماكن التواجد الفلسطيني، هذا اتساع. وفي كل القرى الفلسطينية الآن. التنوع هو أننا هذا العام بعض الفعاليات قمنا بها في مناطق التصادم مع الاحتلال. أمس كنا في بلعين وفي المعصرة وفي بلعين وفي نعلين وفي كل مناطق المجابهة. كان هناك مسيرات أيضا إلى زراعة أشجار في المناطق المصادرة في نابلس. كان هناك معارض، كان هناك الطلبة وصول إلى الجامعات. أنت تتحدث عن الداخل الفلسطيني سيد عساف، أنت تتحدث عن الداخل الفلسطيني، وقلنا أن هناك فعاليات مهمة، لكن أنا قصدت بالسؤال ما يرتبط بالساحات العربية، ولنعطيها عنوان الساحات الرسمية. لم يكن هناك من فعاليات على المستوى المطلوب لهذه الذكرى. يعني نعم، هذا ينقلني إلى الشق الآخر، الملاحظة الثانية. نعم. هي أن هناك في الجانب العربي كما نعرف هناك ما